فقال إذا سألت فاسأل الله. لماذا خص السؤال؟ لأن السؤال هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، بل أن كل العبادات تسمى الدعاء، حتى قالوا في الدعاء ماذا؟ قال الدعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أظن واضح، كالذي يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يدعو الله. فالدعاء اسمه سؤال يسأل الله عز وجل، وفي دعاء عبادة. دعاء عبادة أن يتعبد الله عز وجل بالعبادات التي معناها أنه يريد الجنة والنجاة من النار، أنه يريد أن يوسع الله عليه، أن يريد الله أن يحفظه، أن يريد الله أن يغفر له. فهو بلسان حاله بالعبادات اللي يقوم بها، لسان حاله هو يسأل الله عز وجل. وأنا دائما أضرب مثالا أرجو أن يكون نافعا، التفريق بين السؤال العبادة والسؤال المسألة. قلت إذا قام سأل ويسأل الناس ويقول أنا حاجتي كذا وعلي أجار وعلي كذا وأنا مريض وكذا، هذا سألهم إيش؟ بلسان المقال، سألهم، سأل طلب. وآخر ما تكلم لكنه جلس خارج المسجد ولا آخر المسجد، وجلس في مكان الناس يخرجون يدخلون، فرش عنده أوراق عنده ديون عنده كذا، ساكت ما تكلم، لكن إيش لسان حاله يقول؟ ها لسان حاله يقول أعطوني، وما قال أعطوني، لكن الحركة اللي سواها معناها أعطوني، صح؟ فواحد يقول اللهم إني أسألك الجنة، هذا سؤال دعاء مسأل، اللهم أسألك الجنة، يقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، ماذا تقول الجنة؟ اللهم أدخله الجنة. واحد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة ثمانية أبواب، باب اسمه الريان، يدخله من؟ صائمون. فصام الرجل، أمسك مع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ماذا يقصد بذلك؟ رجاء أن يدخل الجنة من باب الريان. الأول دعاء ماذا اللي قال اللهم أسألك الجنة؟ دعاء مسألة. والثاني دعاء إيش؟ دعاء عبادة. أنت لما علمت بأن الصلاة هذه تقربك إلى الله، تكفر سيئاتك ويرفعك الله بالدرجات، فجئت تصلي تماما كالذي يقول اللهم اغفر لي، اللهم كف عني سيئاتي، اللهم اللهم. ففي سؤال مسألة بالسؤال، في عبادة أيضا هي سؤال وهي دعاء. ما الذي يجب أن تجعله لله وحده؟ سؤال دعاء المسألة ودعاء العبادة، كله الدين كله لله عز وجل. فلما قال إذا سألت، سواء دعوت الله، تريد أن تدعو تسأل مسألة أو تتعبد، فاجعل ذلك متوجها به إلى الله عز وجل. قال إذا سألت فاسأل الله، هذا يشمل كل العبادات.